مبادرة شبابية توثق حياة التجمعات السكنية في مناطق مسافر يطا. هنا نتحدث عن مبادرة شمس المسافر، وطبعا مناطق مسافر يطا هي يعني مجموعة من 19 قرية فلسطينية تقريبا موجودة في محافظة الخليل. سنتحدث حول مبادرة شمس المسافر بالتفصيل مع محمد هريني، وهو ناشط في حقوق الإنسان وفي مجتمع مسافر يطا. أهلا وسهلا بك يا محمد. للأسف أنه مش عم بسمع الصوت. أهلين أهلين، يا حي الله محمد. يعني تحدثنا بداية عن مبادرة شمس المسافر، ما هي؟ أول شيء هي مبادرة شبابية انطلقت مجموعة من الشباب من صحفيين من عند أخت منار الطل. هدفها أنه إنعاز الصمود أهلنا في المسافر يطا، اللي هي منطقة بتواجه من سياسات عدة من قبل الاحتلال، من تهجير قسري وتطهير عرق. تسليط الضوء الإعلام الصحفيين كمان على هذه المنطقة، وما نقتل يعني إعلام المسافر، فإنه نخليها دائمة على الإعلام ونخلي الناس تعرف أكثر وأكثر، لأنه في برضو ناس ما بتعرف أصلا عن مسافر يطا وين، او هي موجوده اصلا على الارض الواقع. فاللي هي انه يعني جلب الانتباه، ويعني نرفع نعم محمد، انتباه الناس عليها ويتعرفوا على المنطقه. فانا يعني نلخص فكرة شمس المسافر أنه هي عبارة عن جولات للتعريف بمناطق مسافر يطا تحديدا. أي نعم، تعريف الشباب اللي هو زي ما بنحكي انه الجيل الناشئ الفلسطينيين، انه يتعرفوا كمان اكثر على بلدهم وعلى مناطقهم. برضو ان في نهاية جيل جديد، كل واحد عنده أفكاره بيقدر يطلقها برضه، إنه يشجع كمان وكمان ناس برضه، مش بس من فلسطين نفسها، برضه من أغلب الدول العربية، برضه من حتى إنه يكون لازم يكون في تواجد دولي. في النهاية هو اللي بيفرض أمر واقع، اللي يقوم بمساعدة الناس اللي ساكنين هناك، فإنه بيعطي دافع معنوي أو أمل للناس إنه جد إنه في ناس يعني واقفين معهم، ما في حدا تركهم. فهاي شيء مهم بالنسبه لنا، انه الناس رساله الشباب توصل للناس اللي ساكنين في المسافر، ونقدر نقف معاهم ونساعدهم باي شيء، اللي نحافظ على الارض والحقوق اللي يتم خرقها من قبل الاحتلال يعني بشبه يوم. نعم. طيب تخبرنا محمد عن أبرز التحديات اللي بتواجهكم ضمن هذه الجولات، خصوصا أنكم تتجولوا ضمن مناطق أصلا يعني واقعة تحت الاحتلال بشكل أو بآخر. أكيد طبعا، مسافر يطا هي من مناطق جيم، اللي يعني حسب اتفاقية أوسلو، اللي هي تحت سيطرة الاحتلال. فقرى مسافر يطا طبعا كلها معلنة، يعني حوالي 3000 هكتار منها معلنة أراضي منطقة إطلاق نار. فهاي هي سياسة تبعها الاحتلال، إنه بيعطي أعذار للعالم إنه بحق له يهجر الناس منها. وفي كمان سياسة اللي هي أراضي دولي، اللي منها بيقدر يعني أراضي فلسطين أراضي دولي، اللي هي بيقدر بعدين يأجرها للمستوطن اللي هو جاي من دول من برا، بيستوطن هان في الأراضي. فهاي يعني واحد من السياسات اللي بيتم فيها مصادرة الأراضي. فبرضه هناك لما نروح نعمل فعالية مثلا في شمس المسافر، التحديات اللي اعترضنا لها انه ما قدرنا نطلع في السيارات اول شيء، ثاني شيء ما في طرق معبدة، لانه اذا تم عمل اي شيء على اي طرق في مسافر يطا بتم مصادرة كل المعدات اللي تستخدم فيها. برضه طب في الطرق الغير معبدة كيف تتجولوا؟ يعني مشيا على الأقدام ولا شو بتعملوا؟ احنا استخدمنا في اول فعاليه التراكتور الزراعي، اللي يتم فيه تحميل المجموعه اللي اتت لنلف حوالين القرى، رغم انه قدر، ولكن هي كانت تقريبا زي مغامره انه طلعنا التراكتورات. برضه في فكره احنا بلشنا نطلع فيها، انه
تقريبا نرجع للعقد القديم باستخدام زي كانوا يستخدموها اجدادنا واجداد اجدادنا باستخدام الحيوانات لتوصل وين ما بدك. يعني مثل الحمير على سبيل المثال بلشنا نجمع عدد من الحمير في النهاية ما بتقدر توصل بأي سيارة بأي تراكتور لمناطق أبعد أو جو تدخل تتعمق في مسافة رياضة. فالحين بتم استخدام الحيوانات مثل زي ما حكينا حمير أو أي حيوان يستخدم لتروح وين ما بدك أو بدك. في النهاية برضه هو يعني مرة تم مصادرة حمار من قبل الاحتلال يعني بأنه هذا إشي مهم يعني فأكيد. طيب شو حجتهم؟ اسمح لي أوقف عند هاي النقطة، شو حجتهم لما صادروا الحمار؟ مش حجج، هي يعني بعطيك حجج تافهة ولكن مجرد شيء كيدي يعني. واضحة إنه ما بده أي توجه لمسافة رياضة أو أي انتباه من قبل العالم أجمع يعني لمسافة رياضة. نعم. طيب لما بتتجولوا محمد خبرنا عن طبيعة المعلومات اللي بتستعرضوها للجيل الناشئ حول هذه المناطق، وأيضا حدثنا أكثر عن ميزة هذه المناطق وليش الاحتلال كان حريص أنه عند مرحلة التقسيم أنه يأخذها لمناطقه، المناطق اللي خاضعة تحت سلطته بشكل مباشر. أكيد هي مسافة رياضة هي منطقة تستخدم يعني للرعي لأهلها والزراعة، وكانت الناس تعتمد حتى الآن تعتمد على الفلاحة والزراعة والحياة البسيطة اللي كان كل واحد في النهاية زي ما نقولها كل واحد سيد حاله، يعني ما حدا بيقدر يتحكم في دخله الشهري أو. فكان كل عائلة كانت في النهاية حرة حالها وكانت تعرف تعمل تقدم لحالها. فبعد ما أتى الاحتلال على هاي المنطقة من أول الثمانينات أو آخر السبعينات تم بضغط على الناس من قبل مصادرة الأراضي، من قبل تخريب المزروعات، تسميم المياه الأبار المياه، قتل الحيوانات، فمن قبل برضو المستوطنين وقطع المستوطنين والجيش. فصار حتى انه الامر يصعب على الناس، فهذا هو اللي يجبر الناس يجبرهم على التهجير الذاتي اللي هاي سياسه بتتبع الاحتلال انه يضغط على الناس. فهي الامور اللي بيتم فيها تعريف فيها على الجيل الناشئ. وكمان حياه اجدادنا زمان كانوا انهم يسكنوا في الكهوف، كيف كانت يعني في نهاية في كهوف مسافه يقطع حوالي تحكي عن عدد كهوف كبير حوالي 500-800 كهف. هذول الآن بيتم ترميم فيهن لأجل لأنه كل أي شخص في مسافة رياضة عنده به تحت قطر الهدم من قبل الاحتلال. فالمرجعية الأخيرة للناس إنهم يقنطوا بالكهوف اللي كانوا اللي انولدوا فيها بالزمانات، يعني زي ما نقولها أجدادنا يعني أبياتنا اليوم انولدوا بالكهوف. فالحين ممكن الحين نرجع للكهوف يسكنوا فيه، فهي آخر مرحلة اللي هذه بتعرف نعم تثبت في الأرض يعني احنا بنعتذر للمشاهدين يمكن الصوت سيء قليلا من المصدر. محمد هل ما زلت معنا؟ نعم سمعيني؟ نعم سامعتك. يعني احنا بنشكرك جزيل الشكر محمد حقيقة على هذه المبادرة، بنشكرك انت وجميع القائمين عليها، وتحياتنا لأهل البلاد كما يقال، يعني نثمن على جهودكم.